مكة، ولكن بعد غياب طويل والتقى بابنه إسماعيل. وبعدين إيه اللي حصل يا بندق؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام في يوم من الأيام حلم إنه بيذبح ابنه في المنام سيدنا إسماعيل. حلم إن هو بيذبح سيدنا إسماعيل ابنه الوحيد؟ أيوه، حلم إن هو بيذبحه. سيدنا إبراهيم عمل إيه بندق بعد كده؟ سيدنا إبراهيم أخبر ابنه إسماعيل بما أمره الله، فقال له: بسم الله الرحمن الرحيم، يا بني إني أرى في المنام أنتِ أذبحك. يعني طب وسيدنا إبراهيم لما حلم إن هو بيذبح سيدنا إسماعيل، سيدنا إسماعيل عمل إيه؟ سيدنا إسماعيل ولد صالح وقال لأبيه: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أبت افعل ما تؤمر وستجدني إن شاء الله من الصابرين. سيدنا إسماعيل قال كده لسيدنا إبراهيم؟ أيوه، يعني قال له اعمل اللي ربنا أمرك بيه وهتلاقيني إن شاء الله من الصابرين. واستسلم سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل لأمر الله، ففداه الله سبحانه وتعالى بكبش عظيم. يعني إيه كبش عظيم؟ يعني خروف كبير. يعني ربنا فدى سيدنا إسماعيل بالكبش العظيم ده اللي هو الخروف الكبير؟ أيوه. بسم الله الرحمن الرحيم، وفديناه بذبح عظيم. وأصبح ذلك اليوم عيد للمسلمين. أيوه، ده عيد الأضحى المبارك اللي بنذبح فيه الذبائح. أيوه، يعني ربنا خلى اليوم ده اللي هو يوم العيد علشان نحتفل بسيدنا إسماعيل لما هو ما اتذبحش وسمع كلام ربنا. أيوه، هو اسمه عيد الأضحى المبارك. عارف كمان يا بندق إن ربنا أمر سيدنا إسماعيل ببناء الكعبة وخلاه يؤذن للناس بالحج في الكعبة الشريفة؟ إيه ده، مين اللي بنى الكعبة؟ سيدنا إبراهيم. ومين تاني؟ وابنه سيدنا إسماعيل. ربنا أمرهم إن هما يبنوا الكعبة الكبيرة اللي إحنا بنروح نحج عندها؟ أيوه يا ميس منار. بنحج إمتى كمان يا ميس منار؟ بنحج في عيد الأضحى المبارك. ده كل عام بنروح نحج، الحج كل عام؟ أيوه. يا بندقة في ايه كمان؟ الكعبة ليها مكان عظيم، وكمان هي قبلة المسلمين في كل صلاة ويتجهون اليها كل عام. يعني ايه قبلة يا بندقة؟ يعني لما بنصلي الجهة اللي يستقبلها المسلمون في صلاتهم. يعني لما نيجي نصلي بنحط وشنا كده ناحية القبلة عشان نصلي؟ ايوه، ما ينفعش نصلي لينا قبلة بنصلي فيها. القبلة اللي هي اتجاه الشريفة. ايوه يا ميس منار. الله، انا النهارده استفدت منكم قوي يا بندق انت وبندقة. بجد يا ميس منار؟ اه، قصة جميلة جدا. قصة النهارده خدنا قصة ايه وايه يا بندق انت وبندقة؟ خدنا قصة السيدة هاجر وبئر زمزم وفديناه بذبح عظيم. شكرا يا بندق، شكرا يا بندقة، شكرا يا ميس منار، شكرا يا اصدقائي. يا رب يكون الفيديو عجبكم.